مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أطيب ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر. قراءات شعرية وبرامج ثقافية وندوات متنوعة ازدانت بها بيوت الشعر في الوطن العربي لتقدم لجمهورها ما يرضي أذواقهم. وكعادتنا في هذا البرنامج الذي نغطي من خلاله أنشطة بيوت الشعر العربية، نقدم لكم في البداية أبرز العناوين. في الأردن، بيت الشعر بالمفرق يقيم أمسية شعرية في مدينة عجلون. بيت الشعر بالأقصر يرصد الملامح المضيئة في مسيرة الروائي أشرف الخمايسي. في السودان، بيت الشعر ينظم قراءات شعرية في جامعة الخرطوم. دار الشعر بمراكش تنظم ندوة بعنوان الشعر والفلسفة حوارية الجوار. وفي تطوان، ندوة الشعر والمؤسسة تستعرض إنجازات دار الشعر منذ تأسيسها. نبدأ من الأردن، حيث نظم بيت الشعر بالمفرق أمسية شعرية في مدينة عجلون الزاخرة بالشعراء والمثقفين، فعالية أكد من خلالها البيت على تواصله مع الشعراء في كافة أرجاء المملكة، وأمتع بها الحضور بما قدم من قصائد تاريخية ووطنية ووجدانية. قام بيت الشعر في المفرق وضمن نشاطاته في مختلف مدن المملكة الأردنية الهاشمية أمسية شعرية في مدينة عجلون، مدينة التاريخ والحضارة التي تضم عدداً كبيراً من الشعراء والأدباء والمثقفين. تجوال في محافظات المملكة لإقامة الأمسيات والفعاليات إيماناً منا بضرورة التشبيك مع الهيئات الثقافية والمهتمين والأدباء والشعراء في كافة أنحاء المملكة. وأقمنا هذه الأمسية هذا اليوم في محافظة عجلون في أقصى الشمال بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون. سعداء جدا بهذا التلاقي الثقافي الذي جمعنا مع بيت الشعر في المفرق، ما بين بيت الشعر في المفرق وما بين شعراء محافظة عجلون. وحقيقة يعني بالرغم من الوضع الوبائي العام الذي عم العالم وعم الأردن بشكل خاص، إلا أنه يعني ما زلنا نبحث عن مساحات من الفرح لكي تبقى الكلمة موجودة ولكي يبقى المسير الثقافي رائدا بفعله وارتقاءاته ولكي تبقى الحياة حاضرة حقيقة على الرغم من كل مآسي هذا الوباء. مدير الأمسية الشاعر محمد الزغول أشاد في مستهل حديثه بمبادرة بيوت الشعر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثم قدم رئيس هيئة شعراء وأدباء عجلون كلمة أكد فيها على أهمية هذه الأمسية التي تتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية. كانت أمسية جميلة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن العربي والأردن بشكل عام، ظل الجائحة، تعزيز الثقافة، التشاركية الثقافية. شيء جميل إقامة مثل هذه الفعاليات بما يتناسب مع الظروف الحالية، وكل الشكر والتقدير لبيت الشعر في المفرق ولكل القائمين عليه ولقناة الشارقة على هذا التنظيم الجيد وعلى هذه الأمسية. استهل الأمسية الشاعر محمد المومني بقراءات شعرية وجدانية وتاريخية. عبق الزمان يفوح في أرجائها، والمجد عنوان لها والمجد عنوان لها وقرين. من أمها يوما وشم أريجها، ينتابه شوق لها وحنين. ما جف ذرع أو ذوى زرع بها، ما دام فيها التين والزيتون. هذا إشي يعني ثقافي بأسس على خطوة وعلى مبادرة سليمة نقية ممتازة، ما حدا سواها قبل هذا المرة. لذلك نفتخر، إحنا نفتخر بهذا التوجه، بهذا الإجراء. نعرف إنه الشعر ديوان العرب، الأصل أن الشعر ديوان العرب، وأيضا كانوا يقولوا العرب هم فحول البلاغة وبالتالي أمراء الكلام. الشاعر علي فريحات قدم عددا من قصائده المتنوعة الوطنية والوجدانية.
وإن رسموا المعضلات ضروبا فكن لليقين أشد التماسا وكن للتحدي عتيدا غلوبا. ألا فابتسم للحياة بحب ودع عنك للمرجفات دروبا. تعدد في الناس أهل التجني ومن كان للحرف فجا لغوبا. من خلال مبادرة حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي يجسد فضله على هذه المناطق في هذا اليوم وفي هذه الأمسية الشعرية من خلال بيت شعر المفرق الذي هو أحد المنشآت الألف التي تمثل رؤية وهدف مبادرة حاكم الشارقة جزاه الله خيرا. بيت الشعر في المفرق ما زال يقيم الأمسيات الشعرية رغم تداعيات جائحة كورونا خدمة للقصيدة العربية واستمرارا للحياة الأدبية التي تعد بمثابة البحر العربي الكبير الذي يجمعنا. رباء غالي، برنامج بيوت الشعر، محافظة عجلون. في مصر استضاف بيت الشعر في الأقصر الروائي أشرف الخمايسي ضمن برنامجه الثقافي سيرة ومسيرة، برنامج رصد من خلاله البيت الملامح المضيئة في سيرة ومسيرة الخمايسي الروائية والإبداعية. الشعر والنقد وجهان لا يجتمعان سوى في هذا المكان، وأركان الحياة الثقافية لا تكتمل إلا في بيت الشعر بالأقصر الذي يمثل نفسا أصيلا في الحياة الشعرية. فكان على موعد مع حلقة جديدة من برنامج سيرة ومسيرة بطلها الروائي أشرف الخميسي في حديث حول تجربته الإبداعية ومحطاتها المضيئة. انتبه بيت الشعر للعديد من الكتاب والنقاد المتميزين في مصر وفي العالم العربي. أشرف الخميسي أحد الأصوات التي فرضت نفسها على الساحة الأدبية بأعمال عديدة، كان منها الجبريلية والصنم، ودرة أعماله مناف الرب من وجهة نظري، يعني بيطرح من خلالها رؤى فلسفية وأسئلة غاية في الأهمية. استعرض الخميسي إنجازاته في الكتابة وأهم إصداراته، فهو روائي مصري ولد بالأقصر عام 1967، عمل محررا لمجلة الثقافة الجديدة وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أخبار الأدب للقصة القصيرة على مستوى الوطن العربي، وذلك عن قصة عجلات عربة الكر الأربعة، كما يمتلك العديد من الأعمال القصصية والروائية. كون أن بيت الشعر يهتم بأنه هو يستضيف النقاد الأكاديميين اللي فاهمين، ده أنا شايف أنه هو دور مهم جدا ويجب تطويره، يعني لغاية ما نوصل للمرحلة اللي تثمر ثمار حقيقية وتنتج لنا واقع أدبي حقيقي وصحيح. القائمون على بيت الشعر بالأقصر يحرصون على الاحتفاء بكل منجز إبداعي يحمل قيمة جمالية ويفتح الباب نحو الأجيال للتعرف على أطياف الإبداع وألوانه المختلفة. نؤكد أن بيت الشعر مفتوح لكافة ألوان الإبداع، ليس قاصرا على النشاط الذي يختص بالشعر فقط، وإنما نحن نقدر كل المبدعين في مختلف المجالات، ونحاول أن نجتذب أكبر مساحة ممكنة أو أكبر عدد ممكن من المبدعين إلى ساحات بيت الشعر. ومعلوم أن المثقف الحقيقي والمبدع الحقيقي يجب أن يتعرف على كافة ألوان الإبداع. الأمسية تخللتها بعض المداخلات التي دار معظمها حول الكتابة والكواليس التي يخوضها الروائي وهو يبدع في أعماله. هذا النهج الذي انتهجه بيت الشعر في إظهار التجارب والأمثلة الناجحة من الأدباء والشعراء المعروفين حتى يستفيد منهم المبتدئين ويتعلم منهم بقية الأدباء والشعراء وينهجوا نهجهم.
التجربة هنا رائدة ومفيدة وأنا استفدت جدا منها، وأعتقد الحضور كله استفاد منها، ويعني أتمنى أنه تعمم التجربة في كل الأماكن ما يكونش في الأقصر بس. ويقف بيت الشعر شامخا يتنفس شعرا وإبداعا، ناثرا عطره الشعري على محبيه وعشاقه من خلال تقديم فعاليات ثقافية متنوعة من أمسية لأخرى. أمسية شعرية تؤكد انفتاح بيت الشعر بالأقصر أمام كل المجالات الثقافية وفتح آفاق أمام الشعراء والنقاد من مختلف المدارس الشعرية في إطار سعيه الدائم لتطوير الحياة الثقافية في البلاد. لبرنامج بيوت الشعر، محمد عبد الحكم، الأقصر. في السودان نظم بيت الشعر قراءات شعرية في جامعة الخرطوم. القراءات أقيمت ضمن منتدى الثلاثاء الأسبوعي وعلى هامش معرض الكتاب الذي أقامته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، فعالية شارك فيها عدد من الشعراء سكبوا القصيدة فسقوا الحضور حد الارتواء. لوحة جديدة من لوحات الشراكة الأصيلة بين بيت الشعر في الخرطوم وجامعة الخرطوم، رسمها مجموعة من الشعراء في نهارية شعرية ضمن منتدى الثلاثاء الراتب بشراكة بين البيت ودار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر وعمادة شؤون الطلاب قسم التربية الثقافية. هذه ليست بالشراكة الأولى بين منتدى الثلاثاء وبيت الشعر بجامعة الخرطوم، ولكنها ستكون غرس جديد في بستان الشراكات بيننا وبين جامعة الخرطوم وبين دار نشرها، وسيكون في مقتبل الأيام سنحصد الكثير من الثمار من هذه الشراكة إن شاء الله. اليوم نحن سعيدين جدا في فعالية نهارية شعرية مع بيت الشعر التي كان في شراكة بين العمادة وقسم التربية الثقافية مع بيت الشعر، ونحن سعيدين جدا فإنه نشكر بيت الشعر للتفاعل والاستجابة الفورية للتعاون معنا كشراكة لشراكة إن شاء الله تكون مستقبلية. لوحة نهارية رسمها مجموعة من الشعراء بخطوط أنيقة جمعت بين الشعر الفصيح والعامية السودانية وألوان العاطفة والوطن. معرض الكتاب الذي أقامته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر زين اليوم بعناوين مختلفة. هذه الدار بعراقتها للعام من عام 1967 تقيم مثل هذه المعارض، والآن الطلاب لديهم مشاركات كبرى في الأنشطة المصاحبة للمعرض في مناقشة محتويات الكتب وكذلك مناقشة والإسهام بالفن التشكيلي والفنون. اليوم شرفنا دار جامعة الخرطوم أو شرفنا بيت الشعر العربي الخرطوم بإقامة نهارية شعرية أسهمت في إضافة محتوى ثقافي فكري للمعرض المقام. حضور النهارية من جمهور الشعر وطلاب جامعة الخرطوم أشادوا بما قدم من أشعار وبشراكة بيت الشعر مع جامعة الخرطوم. كانت نهارية جميلة جدا جدا، فاستمتعنا فيها بكل أنواع الشعر العامي والدارج العامي والفصيح. كانت نهارية جميلة جدا، احتوت على جماهير ضخمة وحشد كبير جدا. كان من بين الجماهير والمشاركين في هذه النهارية الأستاذ الشاعر عمر الممكون، ولقد أحيا هذه النهارية الفنان الصاعد بقوة جدا عامر الجوهري، سعدنا جدا بهذه النهارية. وهكذا تصافح الحضور حاملين وعد اللقاء على عافية الشعر ونبضات الخير والجمال. فتح بيت الشعر في الخرطوم نوافذ الحرف من جديد على مداخل جامعة الخرطوم ليقدم نهارية شعرية بشراكة مع دار جامعة الخرطوم للنشر وعمادة شؤون الطلاب قسم التربية الثقافية.
نهارية جمعت مجموعة من الشعراء وأتلقى فيها الحرف وتزين بثوب قشيب جمع نقش الحس والجمال على شرف معرض الكتاب. لبرنامج بيوت الشعر تيسير محمد حسين، الخرطوم. في المغرب نظمت دار الشعر بمراكش ندوة بعنوان الشعر والفلسفة حوارية الجوار. الندوة التي تأتي ضمن سلسلة ندوات عرفت مشاركة نقاد وباحثين جامعيين استقصوا أمام الحاضرين سمات الحوار الدائم والمفتوح بين الشعر والفلسفة. بحضور جمهور الشعر وجمهور الفلسفة، هذه المرة قدم ثلاثة باحثين ومفكرين مغاربة تصوراتهم بشأن الحوار المتواصل بين الشعر والفلسفة في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم في الوقت الراهن. الندوة تناولت ما يجمع بين الشعر والفلسفة عبر الغوص في ماهية وعمق كل منهما وسرد مسار الجوار الذي يجمع بينهما. اعتبرت أن التحديدات الأدبية والتقنية للشعر والفلسفة لا تحدد لنا ماهيتهما، فانتقلت إلى مستوى من التساؤل الذي يحدد الحدود القصوى واللانهائية التي يبحث فيها الشعر وتبحث فيها الفلسفة، فوجدت أن الكائن والوجود هو الموضوع الأساسي، ومنه يمكن أن نرسم جوارا كما شبهه هايدغر في قمتان متقابلتان هما الشعر والفلسفة. الندوة تتناول تفاعل الفلسفة والشعر خلال الأزمات على ضوء ما تراكم من شهادات ونظريات ومفاهيم، وقد استحضر المشاركون في هذا الصدد أزمة الإغلاق التي يعيشها العالم على خلفية انتشار وباء كورونا وموقع الشاعر والمفكر ضمن هذا الوضع الاستثنائي وتأثير كل منهما على الآخر في عملية إنتاج الفكر والقصيدة. أن يكون هناك شعر داخل الفلسفة في إطار أو باعتبار الشعر هو الوجود نفسه، وأن الفلسفة تبحث عن المجهول وكذلك الشعر يبحث عن نفس الشيء، عن شيء ليكشفه، بمعنى أن الشعر هو فعل خلق وإبداع. تواصلت الندوة في رحلة الوصول إلى سبات ممكنة بين الخطابين الشعري والفلسفي بالمرور على أبرز المواقف والأفكار التي تناولت موضوع الشعر والفلسفة. الندوة فككت خطاب الفلسفة حين يمتزج بالحس الوجداني وخطاب الشعر في بعده الفلسفي. ضرورة الشعر وضرورة الفلسفة هذه الضرورة المشتركة المرتبطة بالكائن البشري والسؤال المحرج المتعلق به باعتباره كائن لا يناسب طبيعته، وهذا السؤال يفضي إلى حدود الشعر وحدود القول الفلسفي انطلاقا من رغبة في الكون ورغبة في ملاقاة الحدث، وهو ما يثبت أن الشعر والفلسفة من جذر واحد بامتدادات مختلفة تعود للتلاقح والالتقاء. تواصل دار الشعر بمراكش استكمال سلسلة الندوات التي برمجتها الدار خلال مواسمها السابقة على غرار ندوة الشعر والترجمة والشعر وأسئلة الهوية والشعر ومسرحة القصيدة وغيرها من الندوات. ما بين الشعر والفلسفة نقاش وأسئلة قديمة جديدة زادت عزلة عالم اليوم في الحاجة إلى العودة إليها في محاولة للنبش في منطقة الاقتراب والجوار بينهما. اعتبر الباحثون أن الشعر هو نفس الفلسفة والحياة، هو نفس الوجود. الزهار لبرنامج بيوت الشعر مراكش. نبقى في المغرب وتحديدا في تطوان، إذ مضت 5 سنوات على تأسيس دار الشعر هناك، لتقيم الدار بهذه المناسبة ندوة بعنوان الشعر والمؤسسة. المشاركون في الندوة استعرضوا الإنجازات المتواصلة لدار الشعر والتي تابعها الآلاف من عشاق القصيدة على مدى السنوات الماضية. خمس
خمس سنوات مرت منذ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة تقديم تأسيس دار للشعر في تطوان لتقيم الدار ندوة بعنوان الشعر والمؤسسة. كانت مناسبة للتأكيد على دور الشعر في تثبين العلاقات بين المؤسسات الثقافية والشعراء وتذكير عودة إلى تاريخ 26 من فبراير من عام 2016 تاريخ الإعلان عن تأسيس دار للشعر بتطوان. ندوة الشعر والمؤسسة احتفاء بالذكرى الخامسة للإعلان الرسمي عن تأسيس دار الشعر في تطوان. حدث ذلك في لقاء رسمي بالرباط حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة بحضور السيد الوزير والكاتب العام للوزارة وبزيارة للدكتور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة والأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بحكومة الشارقة. الندوة تطرقت إلى علاقة الشعر بالمؤسسات الراعية والحاضنة للمبادرات والجوائز وتم بهذا الخصوص استعراض مبادرات إمارة الشارقة في مختلف أشكال الإبداع في مجالات الشعر والنقد والمسرح والفنون التشكيلية. هذه التفاتة كبيرة من حاكم الشارقة ورؤية ثاقبة للدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في حوار الحضارات في التثاقف بين العالم العربي خاصة وبين الأمم ككل باعتبار أن هذه الفنون وهذه الآداب هو راهن عليها منذ السبعينيات في كتاباته وفي توجيهاته وفي وضعه لاستراتيجية الحكم في الشارقة باعتباره قائما على هذا المبدأ وهذا العنصر الذي هو يعتبره عنصرا حيويا في بناء الإنسان. خلال السنوات الماضية عززت دار الشعر بتطوان من مستوى تعاونها وشراكاتها مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية وفعاليات مدنية مغربية. كان الهدف منها تنويع الأنشطة لتشمل فنونا وإبداعات أخرى غير الشعر، حيث سمحت هذه الخطوات بتنظيم عشرات الأنشطة في فضاءات خارج مقر دار الشعر وخارج تطوان أيضا. والأرقام تتحدث عن 15 مدينة مغربية أقيمت فيها الفعاليات الشعرية. نحن اليوم نحتفي بهذه المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى، والتي أبانت عن بعد نظر حصيف وعن رؤية استثنائية تثبت دائما أن الشارقة ستظل أما للحرف وأختا للإبداع وبنتا للمجازات القصية وسليلة للينابيع الأولى. الندوة سلطت الأضواء على طريقة تدبير دار الشعر بتطوان لنشاطها الشعري خلال فترة الحجر الصحي على خلفية انتشار وباء كورونا، حيث أكد المشاركون أن الدار نجحت في تجاوز هذا التحدي ليضاف إلى قائمة التحديات التي نجحت فيها خلال الأعوام الماضية. منذ بداية الجائحة كان التصور أن تظل أنشطة دار الشعر بتطوان حبيسة الإنترنت عن بعد وأن تصل الصورة بين الشاعر والجمهور والدار، إلا أن المحقق إلى حدود الآن يعكس مع استمرار الجائحة انعتاق الثقافة وغيرها من فخ الإغلاق وتداعياته على الزهار لبرنامج بيوت الشعر تطوان أقصى شمال المغرب. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم بمجموعة تقارير جديدة حول أنشطة بيوت الشعر في الوطن العربي. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته. Thank you.
متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.